بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما درس لي ليميت او النهايات، ليميت دون فونكسيون نيميريك عادية. غنشوفوا دابا الجمع كيفاش غيكون. لا كان عندنا جوج ديال الفونكسيون، شنو هما الليميتات ديال مثلا الجمع ديال ماشي يوقع؟ مثلا تخيل اخويا عندنا ليميت ديال اكس ان يؤول الى ا ديال واحد دالة اف دو اكس، وهنا عندنا ليميت ديال اكس يؤول الى ا ديال واحد الداله جي دو اكس. دابا مني غنمشيو ونديرو الجمع اش غيوقع؟ دابا في الجمع فوالا، الى شدينا هنا هاد ليميت مثلا ديال اكس يؤول الى ا ديال الجمع ديال الداله اف زائد جي دو اكس. فوالا، اذا سهله. الى كانت مثلا هذا عنده واحد ليميت، مثلا تخيل عندنا الليميت هذه هي بي مثلا، وهذه هي بي بريم. راه بالطبع ما ان اف زائد جي الليميت ديالها هي بي زائد بي بريم، معروف هذه القضيه، هذه لوجيك، سي تري لوجيك. اذا تخيل تاني كانت عندنا الحاله ديال هنا ا، ولكن هذه ولات عندنا فيها زائد لا نهايه. اذا في الحاله تكون زائد لا نهايه شي حاجه كبيره، نزيدو على ا تولي زائد لا نهايه، ما عندناش مشكل. تخيل اخويا دابا هنا إذا كانت عندنا هنا واحد النهاية، اسمح لي أنا دائما بي، لا ليميت بي. تخيل ثاني كانت عندنا لا ليميت بي، ولكن هنا ناقص لا نهاية شي عدد كبير، شي النتيجة غتكون هي ناقص لا نهاية، لأن بي لا نقص فيها من لا نهاية راه تعطيك ناقص لا نهاية. أما بي إلا زدتيها على زائد لا نهاية شي حاجة كبيرة، و مثلا بي زائد مليار، فوالا راه تولي شي حاجه مليار وبيس اكسترا. فوالا، اذا هذا هو الهدف ديالنا. اذا نحفظوا هاد اللعيبات بجوج، هذا غاكور فوالا سهل. دابا زائد لا نهايه مع زائد لا نهايه شي حاجه كبيره، نزيدوا على شي حاجه كبيره، وبالطبع اخويا غتكون شي حاجه كبيره. اذا الا كانت النهايه، يعني الا كانت النهايه ديال هنا، شوف معايا مزيان، الا كانت هاد النهايه ديال اف هي زائد لا نهايه، والنهايه ديال جي هي زائد لا نهايه، هذا بالطبع ان النتيجه غتكون هي زائد لا نهايه، بالطبع غتكون زائد لا نهايه. علاش؟ لان هات ليميت ديال اكس يؤول الى ا دو اف زائد جي دو اكس، فوالا راه هي بالطبع هي ليميت ديال اكس يؤول الى ا دو اف دو اكس زائد ليميت ديال اكس يؤول الى ا ديال جي دو اكس. ولا كانت عندنا هنا زائد لا نهايه وهذه زائد لا نهايه، راه زائد لا نهايه زائد زائد لا نهايه راه هي زائد لا نهايه، هذه لوجيك. دابا ثاني هنا الا كانت انا خويا ناقص لا نهايه مع ناقص لا نهايه، بالطبع غتكون ناقص لا نهايه، ولكن واحد الشكل غير محدد اللي هو ما يمكنش اصاحبي تقول راه كتبها بلون مغاير. الا كانت عندك هنا ناقص لا نهايه وهنا زائد لا نهايه، ما يمكنش غتقول. تخيل هنا قلنا لك اصاحبي مليار مثلا، مليار مش عارفين من جوج وربعة ستة فوالا تسعود، نزيد نقصوها على مليارات تتك زيرو، ولا كانت مليار و 200 ألف ناقص مليار و 500 ألف، هذاك شي عدد. إذا هنا شكل غير محدد، إذا كانت ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، ولا هذه زائد لا نهاية مع ناقص لا نهاية، هادو تتسموا أشكال غير محددة، ولا دي فورم أن ديتيرميني، دي فورم ان ديتيرميني معروفين، دي فورم ان ديتيرميني تقدر ديرها بحال هكا. اذا اشكال غير محدده. اذا الحمد لله اللوجيك منطق تتحترم، عود زيد الليميتات. اذا كانت بي مع بي بريم راه الجمع، اذا كانت بي مع زائد لا نهايه راه زائد لا نهايه، اذا كانت بي مع ناقص لا نهايه ناقص لا نهايه، زائد لا نهايه مع زائد لا نهايه راه زائد لا نهايه معروفه، شي ناقص لا نهايه مع ناقص لا نهايه معروفه. ولكن اذا كانوا عندهم العكس ما تنعرفوش شنو هو العدد اللي غيعطينا كحل. إذا دابا نشوفوا إن شاء الله الميلتيبليكاسيون الضرب، شوفوا دابا إن شاء الله الضرب كيكون في هذا الفيديو هذا اللي غنحفظوه إن شاء الله، نحفظوا هاد الأشكال. المنطق غنستعمل أنا غير المنطق ديك الساعة، ونشوف مثلا في ناقص لا نهاية مع زائد لا نهاية راه ما تعرفش أش واقع، مليار و 200 ناقص مليار و 300، واش تقدر تقول أشنو هو الليميت؟ ما تقولش، شي مرة تخرج موجبة، شي مرة تخرج سالبة، شي مرة يخرج عدد كبير إكسترا، ولكن مليار مع مليار راه هي جوج ملايير، راه هي لانفيني. إذا دابا هنا هادي أخويا كعنوان اللي هو إن شاء الله لاصوم، عنوان اللي هو لاصوم. ناخذ عنوان فاتحه فوالا. اذا لاحظ هنا ملي تنقولوا الصوم ديال دو، غنشوفوا دابا الملتيبليكاسيون ديال الدوال. اذا غنشوفوا ان شاء الله، تخيل عندنا واحد ليميت
ديال اكس يؤول الى ا دو اف دو اكس، وهنا عندنا خويا ليميت ديال جي دو اكس يؤول الى ا. غنديرو هنا ان شاء الله واحد الحالات ونشوفو هنا لا ميلتيبليكاسيون، يعني غيكون ليميت ديال ا في اف جي دو اكس. فوالا، اجي نشوفو الحالة الزوينة بزاف السهلة. الا كان هذا خويا عدد بي، فوالا، وهذا عدد بي بريم، فوالا معروفة، غيكون اخويا بي في بي بريم، هادي لوجيك بي في بي بريم. الا كانت هادي اخويا زائد لا نهاية، وهادي هي زائد لا نهاية، زائد لا نهاية في زائد لا نهاية، زائد لا نهاية في زائد لا نهاية، اوتوماتيكمون غيعطينا زائد لا نهاية. هادو ساهلة، لان علاش اما غتكبر القضية، تخيل مليار في مليار، اما غتكبر القضية. تاني اخويا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، اذا غيعطينا عدد كبير، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، اذا هي ناقص فاش زائد مليار في ناقص مليار، هي غتولي هنا غير اشارة التخسيرف، غتولي هنا ناقص مليار بحال الضرب، يخرج لك هنا. اذا كانت هنا ثاني دابا هاد المرة ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية، اشارة ناقص اشارة ناقص، ناقص مليار في ناقص 500 مليار، ناقص ناقص غتضرب ويجيك عدد كبير، اذا غتولي هنا زائد ما لا نهاية. اذا ناقص في ناقص هي زائد ما لا نهاية. اذا الى شدينا عدد عادية عدد بي واختي مع زائد لا نهاية، فوالا، اذا تما تتولي هذاك العدد اللي كان بيان سور كبر من زيرو، فوالا راه منطقيا غيكون اخويا زائد لا نهاية. الى كان هاد بي هذا اللي خرج لك صغر من زيرو وزدتي على زائد لا نهاية، راه تعطيك ما لا نهاية، وانت راك غادي في الحويجات، الا في حالة وحدة اللي ما يمكنش اخويا انك تخدم فيها، اللي هي انا نكتبها لك بلون مغاير. اتونسيون، ملي تكون وحدة ايكالا زيرو وحدة زائد لا نهاية، فوالا، شي وحدة فيهم زيرو او زائد لا نهاية او ناقص لا نهاية، فانها عقل شكل غير محدد، عقل اتونسيون هنا فورم ان ديتيرميني، شكل غير محدد، الله يرحم لك الوالدين. الا كانت عندك جي تتقول لنا زائد لا نهاية واحد الاف دو اكس تتقول لنا زيرو، راه ما يمكنش اصحيبي تقول ما يمكنش دير النهاية، ما يمكن شكل غير محدد، شكل غير محدد، اتونسيون شكل غير محدد في الزيرو. اذا رجاء كيما عندنا الحالة هنا ناقص مع زائد، ما يمكنش غتكهن حتى زيرو مع شي زائد لا نهاية، ما يمكنش ما يمكنش اخويا غتقول اشنا هو العدد اللي غيتعطى، فوالا ما يمكنش بتاتا، فوالا. اذا هذا هو اللي مزيان، هو ان شي عادة شي وحدة فيهم زيرو، شي وحدة زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية، راه ما يمكنش تقول اشنا هما اشنا هو الشكل غير محدد. اذا بقات لنا اخر هي ملي تكون واحد على على الجي، ملي غتكون واحد واحد على الجي، ملي غتبغي تقسم على شي حاجه. اذا انا اذا الله تكسر لما حاول انك تشوف الحالات، اذا انا لخص لك الحالات اللي عندي تيرمين اخرين منطقيين، الا حاله الا ليميت ديال اف دو اكس مثلا اكس يؤول الى ا، زائد ليميت ديال اكس يؤول الى ا دو جي دو اكس، هنا فورم انديتيرميني لا يمكن الحساب الا في حاله ناقص ما لا نهايه ووحده فيهم زائد لا نهايه، اما هذه ولا هذه، ما يمكنش تقول. وثاني ليميت ديال اكس يؤول الى ا دو اف دو اكس مضروبه في ليميت ديال جي دو اكس اكس يؤول الى ا، ما يمكنش تساوي فورم انديتيرميني الا كانت شي وحده منهم زيرو وحده زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه. فوالا، دابا غيبقى لنا حاله ديال واحد على الجي. تخيل دابا عندك ليميت ديال اكس دو اف دو اكس، انا غنحاول انني نشوف اخر حاله هي ليميت، عندك ليميت دو اف دو اكس عندما يؤول اكس الى ا. فوالا، هنا بغينا نخرجو ليميت دو واحد، ما هي ليميت ديال واحد على
اف دو اكس عندما يؤول اكس الى ا. الى كان هذا بي وبي بيان سور تخالف الزيرو، الى كان بي ينتمي الى ار نجمه راه بيان سور ان سور بي راه هو الليميت ديالها تقسم. الى كان هذا زائد لا نهايه فوالا غتحسب ها هي واحد على زائد ما لا نهايه غيعطيك زيرو، ها هو غيعطيك زيرو عاديه. الى كان الثاني هذه النهايه ديالها ناقص لا نهايه عاود غير حسب غير حسب غتكتب واحد على ناقص ما لا نهايه غتقول لك الزيرو فوالا. الى عطاتك اخويا هنا زيرو بلس وهنا زيرو موان، اذا واحد على زيرو بلس يعطيك زائد ما لا نهايه، وهذه تعطيك مع واحد على زيرو موان تعطيك ناقص لا نهايه. معروف هذه القضيه هذه فوالا فوالا. اذا دابا نشوفوا هذه الحمد لله ديال هذا جدول ديال المقلوب لانفيرس. دابا نشوفوا النهايه ديال الخارج نحاولوا نخدموها منطقيا اش يوقع. مثلا اف على جي قبيله درنا اف فوا جي قلنا ما يمكنش مني غتكون زائد لا نهايه مع ناقص لا نهايه استحفظهم هادو. دابا بقات لنا عندك هي ليميت ديال اكس يؤول الى ا دو اف دو اكس، تكون عندنا ليميت هنا والليميت ديال اف دو اكس هنا خويا ثاني اكس يؤول الى ا. انا غناخذ واحد فوالا ناخذ الحالات هنا جي دو اكس ولا بغينا نحسبو ليميت ديال ا دو اف دو اكس على جي دو اكس. يلا ناخذ لون اخر. تخيل كانت عندك هنا ا هنا عندك بي بيان سور غيكون ا على بي، هذا لا كان ينتمي الى ار نجمه دي معروفه صافي راه لوجيك حتى باغي تحسب اف جي فوالا. تبقى خويا الا كانت هنا عندك اسمح لي انا بي هنا بي بريم هي بي على بي بريم فوالا. دابا خرجنا هنا عدد بي وهنا خرجنا زائد لا نهايه فوالا اش يوقع بي بحال غتعوض بي هاك الليميت في هاد الحاله الليميت ديال ا دو اف دو اكس على جي دو اكس عوض باش ما تلفش هذيك بي عوضها هي بي وهنا دير ليها زائد لا نهايه. اذا اش تخرج لك شي عدد مثلا 3 ولا 4 على زائد لا نهايه غيعطيك زيرو تعطيك زيرو اخويا هادي معروفة. تاني بي على ناقص لا نهاية تعطيك تاني زيرو فوالا. تبقى دابا الحالات الاخرين ناقص لا نهاية مع واحد العدد بي اجي نحسبو ناقص ما لا نهاية على واحد العدد بي شي 500 ناقص 500 مليار على شي عدد غيبقى دابا على حسب الاشاره ديال هذه. الا كان هذا موجب راه صافي ناقص ما لا نهايه، اذا لا كان هذا موجب حتى ناقص ما لا نهايه. عاد قعد كتبهم عاد كتب عاد كتب كتب مثلا ناقص لا نهايه وكتب هنا هذاك العدد بي اش غيوقع. دابا هنا ثاني الا كان زائد لا نهايه ولازم ناقص بلاتي ناقص ما لا نهايه مع بي ولكن بي صغر من زيرو ولات عندك واحد العدد سالب ناقص 500 مليار على ناقص 3 مثلا غتختاز بهذه غيجيك 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 زائد زائد. اذا هنا غتولي هنا زائد ما لا نهايه فوالا. اجي نشوف هنا زائد ما لا نهايه بي موجب زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه بي سالب هاتا زائد ما لا نهايه بحال قلتي شي مليار على بي سالب ناقص 3 غتخرج لك واحد ناقص ولكن غتخرج لك ثاني ناقص ما لا نهايه يخرج لك هنا ناقص ما لا نهايه. اشنو هما الاشكال الغير محدده؟ هو من زيرو على زيرو ما يمكنش اخويا تقول زيرو على زيرو شكل غير محدد. اذا زيرو على هاتا زيرو شكل غير محدد اذا غتقول زيرو على زيرو غيخرج لك فورم ان ديتيرميني هنا فورم ان ديتيرميني اقل لها. ثاني زيرو مع زيرو زائد ما لا نهايه على زائد ما لا نهايه حتى هي مشكلة زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية مشكلة ما تعرفش شحال.
ناقص ما لا نهاية على ناقص ما لا نهاية ما تعرفش شحال، ناقص ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية بحال ناقص 500 مليار على 700 مليار، راه ما يمكنش تحيد هذاك الناقص، غتولي عندك ناقص ولا زائد ولكن ما تعرفش شحال، وجوج وثلاثة ولا أربعة. إذا ندير لك الخلاصة، أنا نحيل كل شيء حتى خويا، بالنسبة ل اف دو اكس على جي دو اكس ليميت ديالها ديال اكس يؤول الى ا تساوي فورم ان ديتيرميني مع عندك الحق، الا كانت زيرو على الزيرو، ولا كانت زائد ما لا نهايه على شيء زائد لا نهايه، ما يمكنش زيرو على زيرو فورم ان ديتيرميني وزائد لا ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ما يمكنش تحسبها. تقدر جوج تكون مثلا هنا جوج ملاير، جوج مليار على واحد مليار غيخرج لك واحد مليار، ونقدر نعطيك ثاني واحد مليار على واحد مليار يعطيك واحد هذه المرة، هذا عطانا واحد مليار، ولكن هذا واحد ما تعرفش اش واقع، فوالا زيرو زيرو واش تقدر تقول ما تقدرش تقول، إذا هما لي فورم انديتيرميني. إذا أنت اش دير؟ دايما استعمل المنطق واستعمل حسب حسابك، اضرب عدد في عدد، مثلا بي في زائد لا نهاية اش غيعطيك؟ مثلا زائد لا نهايه في زائد لا نهايه اش يعطيك؟ ناقص لا نهايه في ناقص، خاص تكون شويه منطقي، ناقص لا نهايه في زائد لا نهايه اش يعطيك؟ ناقص معناه يعاود حسافت. شوف شوف الله يرحم بك، راه هادشي راه بحال ديال الكاتريام، بحال داك التويشي تقول ناقص ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه، ناقص في زائد ناقص وغدير ما لا نهايه تساوي، عقل عليها مزيان. ثاني يا صاحبي ملي تبغي دير واحد على زيرو غتقول لينا واش زيرو بلس ولا زيرو موان، واش فهمتي؟ باش يعطينا واش يعطينا زائد لا نهايه ولا يعطينا ناقص ما لا نهايه، هذه يعطيك زائد ما لا نهايه، واحد على زيرو موان تعطيك ناقص ما لا نهايه، وعقل عليها صاحبي ثانينا، فهمتي اش بنقول لك؟ ديما تشوف اشاره، ديما عاد تكتب الاشارات، ديما عاد تكتب الاشارات. اذا شكرا لكم والى اللقاء.